الكبار والذي يأتي ضمن الموسم الرياضي 2012-2013 والذي أعلن إذان الانطلاق والتحديات في هذه الرياضة العربية الأصيلة بناء على التوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والدعم الكبير عرضية هذا الميدان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله أيضا في انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة. بسم الله وعلى بركته تعلن انطلاقات الكبار ثاني أسابيع الكبار الذي يدشن بهذا اليوم الأول الذي خصصت منافساته لهجن أبناء القبائل، وهنا الانطلاقة الأولى لأول الأشواط الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل من سن الثنايا والمسافة هي 6 كيلومترات. على بركة الله بدأنا مع الترحيب بكل مشاهدينا متابعينا الكرام من يتابعنا عبر قناة دبي ريسنج مشاهدي هذه الرياضة العربية الأصيلة، كذلك الترحيب بكل الشعارات المشاركة معنا في هذا الميدان من شارك سابقا ومن قدم الآن للمشاركة والبدء في رحلات الناموس على أرضية هذا الميدان. ننطلق بالمقدمة، ننطلق بالصدارة، نعلن اندفاع أول الأشواط والمراكز العشرة الأولى. سلهود تأتي على انطلاقة هذا الشوط، حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي معلنا بدايتها الأولى، بينما المركز الثاني قيادة على المركز الثاني علي بن سالم بن سعيد العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث المسج عامر بن حمد بن عفصان المنصوري ينتقل إلى المركز الرابع. في هذه اللحظات والشاهنية حمد بن محمد بن سهيل العامري اللي على المركز الرابع، بينما خامسا هنا الدخول من حشيمه مطر بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، ما شاء الله ما شاء الله كما كان دائما يسجل انتصاراته، يسجل تحدياته، يسجل انطلاقاته. هنا يبدأ مع هذه اللحظة والغربية تقول، الغربية تقول سلام يا الغربية، سلام سلام عليك الغربية، وسلام على المنطقة الغربية، وسلام على الإعصار الغربي، وكلها غرب في غرب. روح روح الله وياك روح. هنا البداية النهاية السعيدة التي تعلن هذه الانطلاقات، الناموس الأول في هذا الصباح يحمل هذا الشعار عبد الله محمد بن زايد المنصوري تهانينا والناموس وسلام يا الغربية. سلام. المركز الثاني هملولة، في المركز الثاني سعيد بن مطر الرميثي، ما قصرت أيضا الغربية. المركز الثالث وبينونة في المركز الثالث، هذه الظفرة الظفرة لعبد الله محمد بن زايد. المركز الرابع الضبي سعيد بن سلطان بن مرخان، والمركز الخامس بينونة على المركز الخامس عبد الله محمد بن زايد المنصوري، وهناك المس عامر بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز السادس. هذه المراكز اللي بدينا فيها ونعود إلى الصدارة.